اليوم مرة أخرى في إطار التقعيد القانوني للجموع العامة ديال الوداد، لأن كيف ما قلنا الوداد دخلت لواحد المرحلة جديدة، نموذج رياضي جديد اللي البنية الأساسية ديالو هو بنية قانوني. إذا اليوم في هذا الجمع العام غير العادي، الحمد لله تمت المصادقة على لائحة ديال المنخرطين الجدد، ثم تم التعديل فصل 23 من القانون الأساسي اللي بمقتضاه يمكن المكتب المديري تكون من 9 حتى 15 ديال الأعضاء، وفي الأخير تم اعتماد 3 ديال الفروع جديدة، وهو اعتماد ديال الإيغيمين والتيكواندو وجومباز. في الأخير تم تأكيد مرة أخرى من طرف جميع الوداديين على العلاقة ديال العطف اللي كي يكنوها لصاحب الجلالة باعتباره هو الرئيس الشرفي الدائم ديال فريق الوداد، والعائلة الملكية كان دائما هي اللي كتسهر وهي اللي كتشرف نادي الوداد البيضاوي باعتباره أعرق نادي في المغرب. لهذا فمرة أخرى الوداديين اليوم تعاودوا يأكدوا على هذه العناية وتوجهوا بالشكر وبتهنئة صاحب الجلالة بمناسبة عيد العرش إن شاء الله ليه ولوليداته والعائلة الملكية بصفة عامة. الحمد لله عاوتاني المرة أخرى العائلة الودادية تجتمع وتجمع في أجواء حبية. الحمد لله كان نقاش زعما ساخن أكيد، ولكن في إطار القانون والاحترام. بالنسبة لي عاوتاني قديمة نقولها، ما حد الوداديين مجموعين الأمور غادا مزيان، والقانون بدأت يتطبق، والمرحلة اللي خليناها مورانا ما مستعدينش أن نرجعوا لها، وكل شيء المنخرطين الوداديين واعين بهذه المسؤولية، وحتى واحد ما يتمنى يكون هو حجر العطر. داك الشيء علاش في أول مناسبة تتكون خصنا نزيدوا القدام، كنا تنديروا يد فيد وتنزيدوا القدام، والحمد لله هذه طبيعة في الوداديين وغتبقى غيبقاو ديما في الأصل ديالهم. ونتمنى أن هذه تعطينا إشارة اليوم 24 ونبقاو دائما في الجو العائلي ونكملوا المرحلة باش ندوزوا لمرحلة الانتداب، ندوزوا لمرحلة لا بريباراسيون فونسيير، والوداد تاخذ المسار الطبيعي ديالها وترجع للسكة الصحيحة إن شاء الله.